ايضا ممتاز سالم، ممتاز الخابوري سالم اللي ينطلق ويلعب الكره العاليه خلف المدافعين. مراد سلام، يا سلام على الكنترول يا مراد، ممكن يعدي الثاني. كل محاوله بتدخل تعود من جديد في الجهه اليمنى للفريق الحرس الاميري، الكرات المرتده مراد فارس، هو مراد فارس يلعب الكره في مكان، يا سلام بتضيع المحاوله الماضيه. مراد فارس هو صانع الخطوره في فريق الحرس الامير، ولكن سعيد مبارك هو اللي بيهدر اللعبه الماضيه، انفراد صريح بحارس المرمى، ولكن خروج حارس المرمى تضييق المساحه ليس في مصلحه دوري الامارات ولا في كره الامارات، ابتعاد هذه الفرق عن مستواها وعن وضعيتها الطبيعيه. ولو اننا سعداء، هنا محاوله، يا سلام نتحدث عن الوضعيه الطبيعيه، ويعيد مراد فارس الوضعيه الطبيعيه لفريق الحرس الاميري البطل في الموسم الماضي. مراد فارس المتحرك وصاحب الخطوره ينال مراده الان من هذه الكره، تمريره بينيه ومن لمسه اولى صعبه قويه جدا على حارس المرمى. 1-1، عاد التعادل من جديد، ولكن ايجابي في هذه المباراه كره البينيه في الشوط الثاني فيها تسديد خطره، ولكن الكره بتصد، ولكن جميل يا مراد فارس بالتاكيد اللعبه الماضيه حتى الان هو فارس فريقه. شايف استلامه، لو يقدر المخرج ياتي بالاستلام والسيطره للصالات، وهذه المعلومه من اداري الفريق المهندس سكر على شوط اول. خلوه بالتاكيد يعني كان المفروض بالتاكيد منطقه الجزاء لا يستخدم في الشوط الثاني، واحد من الاسلحه المهمه لان التكتل موجود والتمركز موجود. فريق قسمت على 8 مجموعات، كل مجموعه كانت من 6 فرق، وبالتاكيد تاهل الاول والثاني من كل مجموعه، وبعد من يتاهل منها. حتى الان التعادل، هنا عيسى عاد لان رصيده حتى الان خالي من النقاط. جزيرة والشارجة في إعادة أيضا لمباراة كأس الاتحاد اللي فاز فيها الجزيرة بهدفين مقابل هدف. هنا مراد فارس، هنا المحاولة، هنا تم طويلة إلى الأمام. هذه الكرة مراد سيطر على الكرة بشكل ممتاز، كنترول راقي إلى فريد تعالي بينية إلى مراد، يسيطر عليها مراد، يلعب الكرة في الجهة اليسرى طويلة إلى الأمام في الجهة اليمنى. هذه المحاولة تصل إلى مراد فارس، يحاول فيها مراد، يلعب له الكرة عيسى علي، مهارة جميلة في الاستلام، يتقدم يبحث عن زميل يعدي من الثاني، يلعب الكرة إلى مراد خطرة. الله الى المباراة النهائية، الى المباراة النهائية فريق الحرس الاميري عن طريق اللاعب مراد فارس. اذا في الوسط في حارس المرمى بهاء جمال الدين، وايضا تكمل طريقها الى الشباك في الوقت الصعب والاخير. مراد فارس احد اللاعبين المميزين واحد الهدافين ايضا في تشكيلة فريق الحرس الاميري، يبحث عن مساحة للتسديد ولكن الكرة الى خارج الملعب، فرصة بتضيع من هذا اللاعب. البطولة في المركزين الثالث والرابع، مراد فارس هل ينال مراده في هذه المباراة ويسجل ويصبح فريقه فارس هذه؟ تعود الى مراد فارس في الجهه اليمنى، درويش يطلب الكره، ممكن يمر، ممكن يعدي، لاعب يملك مهارات عاليه، ولا زالت المحاوله معاها تاخذ مع سعيد مبارك، تعود الى مراد يبحث عن المساحه للتسديد، شايف المهاره تفرات خطيره هذه المحاوله، لاعبين على لاعب، فرصه الثاني مراد فارس يلعب الكره في مكان سليم. الله كاظم علي، كاظم علي يعود لهواياته السابقة، يعود كاظم علي لأيام القديمة عندما كان مهاجما، يعود لتسجيل الأهداف بعد كرة مرتدة مثالية وتمريرة بينية ونهاية مثالية من هذا اللاعب كاظم علي في شباك فريق الشؤون الأمني والمنافذ 2-1. أذكر بأنه الثالث كاظم علي في مكان مراد. الله الطريقة مثالية يا علي حسن، مدرب الحرس الأميري يسير الأمور حتى الآن في الشوط الأول كما يشتهي جمهوره وكما يشتهي فريقه، يؤمن منطقته الدفاعية، وبعد ذلك الكرات المرتدة، تألق كاظم علي ومراد فارس وسعيد مبارك وعيسى علي، وهذه الأسماء حتى الآن في الوصول، الخبرة في المشاركة في هذه البطولة، الفوز بلقب. وعاد الله رمضان عادتنا بكل خير تحت قيادة سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد لأعلى القوات المسلحة، وكل عام وأنتم بخير.